آخر الأسبوع ومع ختام المنتدى العظيم اللي اتعمل للشباب شباب العالم في شرم الشيخ، لا شك أنه أصداء هذا المنتدى هو محور حياتنا. إحنا المهتمين بالثقافة، إحنا المهتمين بالحضارة، بوجه مصر اللي إحنا عايزين نصدره للعالم. لكن مع هذه الإيجابية الكبيرة كمان طرأت أحداث كانت أليمة جداً، منها أننا للأسف خسرنا مخرج شاب 47 سنة، ياسر زايد ابن العائلة العريقة، عائلة زايد من المنتجين والكتاب، والده هو الأديب الكاتب الكبير محسن زايد الله يرحمه أيضا. ياسر آخر أعماله كان الظاهر، هذا المسلسل اللي شرفت أني أنا من بطلاته، ولكن أيضا البطلة الشابة التي قامت بدور رئيسي في هذا المسلسل. إن شاء الله تكون معنا، هي معنا دلوقتي يا مروان. حضرتوا التليفون مع نجمتنا؟ موجودة معنا حبيبتي فريال. مساء الورد فريال، انتي معايا؟ فريال يوسف نجمتنا، انتي معايا؟ لسه ما تجمعش الخط؟ ماشي، لغاية ما نشوف فريال فين. فريال على فكرة أعتقد إنها في المطار متجهة، معرفش إذا لبلدها تونس ولا فين، إنما لما عرفت إن إحنا عايزين نتكلم عن الأستاذ المخرج ياسر زايد مخرج مسلسلنا الظاهر، قالت أنا هحاول قبل ما أطلع الطيارة على الأقل إني أقدم التعازي اللازمة وأنا أتحدث عن هذا المخرج. بماذا يتميز ياسر زايد؟ ياسر عمل حاجات كتيرة في المدة الأخيرة كانت ليها بصمات ولمعات، لكن في الظاهر بالذات هذا المسلسل لاقى كم من الصعوبات لا يمكن وصفها. قدرته على أن يفضل مصدر الطاقة الإيجابية لينا إحنا كممثلين عشان نعرف نبدع، وأن يسيطر في اللوكيشن على العمل بتواضع وبساطة وابتسامة، حاجة من الميزات القوية اللي عنده. لكن أيضا سنستضيف نجمة الظاهر فريال يوسف عشان نسمع رأيها بتجربة العمل مع الفقيد المرحوم ياسر زايد. ألو فريال، أنت معايا حبيبتي؟ مساء الخير مادلين، مساء الخير حبيبتي. أنا حبيبتي فريال، البقاء لله بعزيكي، بعزي نفسي، بعزي الوسط الفني، أولا بخسارتنا للمخرج ياسر. فعلا أول حاجة عايزة أقول بكل أسى أقدم عزائي للعائلة، أول عائلة الفقيد الأستاذ ياسر زايد، ولكل الناس اللي اشتغلت معاه، لكل الناس اللي بتعرفه، ولكل الناس اللي حبت أعماله. فبنعزي نفسينا وبنعزي الناس اللي بتعرفه شخصيا، لأنه صراحة كانت صدمة فعلا. ما الخبر، أنا لما شفت الخبر قريت ثلاث مرات ورجعت فتحت تاني، يعني لأنه أما تصدقيش، لأنه ما كانش فيه يعني بوادر المرض اللي توصل لل، لكن دي حكمة ربنا وده قضاء ربنا. تجربتك مع ياسر زايد في الظاهر، لو جيتي تتكلمي تحطي ايدك to point on انه في حاجة كده ميزة لهذا المخرج الشاب، تقولي ايه؟ انا صراحة اول لقاء ليا كان مع استاذ ياسر، كان في المكتب ايام التحضير، فكان عنده شحنة كبيرة جدا جواه عايز يوصلها لكل الفنانين او التقنيين، ان العمل ده لازم يطلع باحسن شكل، واحنا يعني جهودنا كلها هتتكاتف ان احنا نطلع بيه باحسن صوره. فكان مركز جدا وبيحاول يدخلنا في المود بتاع الشخصيات، بنتكلم كتير عن تفاصيل الشخصيات، فالتحضيرات كانت واخده وقت، وكان مش عارفه ليه حاسه سبحان الله وكانه العمل ده تحدي من تحدياته، يعني فعلا كان وأنجز التحدي لآخر دقيقة أو نفس، شافه وفرح بأول حلقتين، بعتله هنيته على الإخراج أول ما ابتدى الظاهر ورحل. فعلا فعلا مش عارفة، وكأنه إحساسه أنه ده آخر عمل ليه، لأنه تركيزه فيه كان عالي جدا. شكرا أنك نويتي الفكرة أن أستاذ ياسر رغم كل الصعوبات اللي عاشها في المسلسل، للظروف اللي تعرضنا لها كلنا، كان حاول انه يمتص ده ويحاول يخلي الممثل بتاعه مرتاح فعلا. بابتسامه، بطبطبه، كلمه حلوه، بفكره، وكلنا لمسنا ده.
في ريال في السنوات الأخيرة ما شاء الله أنت متصدرة في بطولات أولى وبطولات مشاركة في عدد من المسلسلات المهمة، مش أي مسلسلات. أنا سمعت أنه في إن شاء الله حاجات جديدة، وبعدين أنت مسافرة رايحة فين؟ سايبانة وراحة فين؟ أنا رايحة تركيا، عندي فيلم ماكو بطولة جماعية أنا وناهد السباعي وبسمة ونيكولا معوض ومجموعة جميلة، محمد مهران، ناس كتير، ومعنا مراد جولدرين من تركيا. أيوة مراد، احنا برضو من الأردن، نجم مهم. يس، فإن شاء الله يعني العمل ده هياخد مننا 15 يوم تصوير في تركيا في ظروف صعبة جدا، لأنه برد هناك قاسي، وإحنا هنصور في البحر وعلى مركب و... حلو قوي، حاجة شوية كده. فإن شاء الله يعني مش عارفة إمتى هيتعرض الفيلم ده، لأنه عنده إديتنج كبير جدا، في شركة أمريكية بتشتغل على الإديتنج. في مين المخرج؟ المخرج شاب هو طول عمره اشتغل في الإعلانات. أنا أسفة مش عارفة ليه مش بستحضر الاسم حاليا، ولا يهمك، أنا ما قصدتش أحرجك، بس اتصورت أنه عارفة اسمه، بحييه لأنه داخل كده يعني. مش ياسر سامي طبعا؟ لا 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 لا، لأنه ياسر حبيبي وهو انطلق من الإعلانات لكن أصبح مخرج سينمائي كبير. يا رب كده بالتوفيق في الأدفنتشر. سلمي لي على نيكولا معوض، قولي له أنه بقى مجرم تمثيل. هبلغه اكيد وهينبسط، طالما منك يعني نجمتنا انت وحبيناكي واحنا حبينا كل الاعمال اللي انت ظهرتي فيها مادلين، وربنا يوفقك. وشكرا على المداخله الجميله دي، مش غريب منك لانك انسانه ذوق. خليني ابارك لك على دورك في العمل، ويا ربنا يوفقك في الاعمال الجايه ان شاء الله، وما تحرميناش من ابتسامتك وطلتك الحلوه. حبيبتي نجمه مسلسل الظاهر في ريال يوسف كانت معانا، ومسافره لتركيا لفيلم عالمي مشترك مصري،